كنقوموا كنحتضنوا هاد الورشه على الصعيد الافريقي، واللي كيشارك فيها عدد اكثر من 17 خبير افريقي وعدد كذلك تقريبا 20 خبير مغربي. والهدف ديالها هو تحسين يعني الامن، البنية التحتية في الأمن النووي في كل الاستعمالات ديالها، لا في الاستعمالات الطبية ولا الصناعية ولا في استعمالات أخرى، والحفاظ يعني على المعلومات كذلك، يعني حفاظ على المعلومات وعلى الأنظمة المعلوماتية. وكل هذا يتماشى يعني في تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية اللي تتماشى مع سياسة صاحب الجلالة نصره الله في تعزيز وتحسين العلاقات الإفريقية. فهذا التعاون هذا طبعا هو دولي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمغرب يعني كيلعب واحد الدور مهم في هذه البنية التحتية في الأمن النووي، وإن شاء الله غنستمروا في هذا العمل أكثر فأكثر.